بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس اليوم سنتحدث عن تطبيق عملي لبدء مهنة التايبينج. لنفترض أنك تريد أن تبتدئ بهذه المهنة الآن، فهذا الفيديو مناسب لك. لنفترض أنك أن الله رزقك بعميل، وهذا العميل أرسل إليك ملف PDF وطلب منك تحويله إلى ملف وورد. الخطوة صفر، وهي التي سنتحدث عنها هذا اليوم. طبعاً يعني لا نتحدث عن كل المهنة اليوم، مهنة كبيرة، ولكن سنتحدث عن الخطوة صفر. أن تفتح الخطوة صفر هي أن تفتح ملف PDF الذي أرسله العميل، وأن تفتح معه ملف وورد، ثم تقوم بداية الملف بتحديد التنسيقات التي طلبها منك العميل. عادة أو احتمال أن العميل قد لا يطلب أي تنسيق، ولكن لنفترض أنه طلب Traditional Arabic، قط Traditional Arabic بحجم 16، ثم تقوم بتصغير نافذة Word بما يتلائم مع ما ترتاح معه، يعني بما يريحك. بالنسبة لي أرتاح بأن يكون Word في الأسفل و PDF في الأعلى، وأبدأ كتابة. أو قبل ذلك أنا أخفي المسطرة، هذه المسطرة لا أريد أن تكون ظاهرة لأنها تأخذ حجم من الشاشة. الآن أبدأ كتابة المقدمة السادسة، ولنفرض يريدها فقرة في المنتصف. Ctrl E هو اختصار الفقرة في المنتصف في القراءات. Enter. أعود لفقرة مضبوطة. Ctrl J اختصارها. مضبوطة معنى فقرة مضبوطة أي أن جميع أسطر الفقرة تبتدأ على نفس الشاقول من اليمين، وعلى نفس الشاقول هنا من اليسار. يقوم وورد بضبط هذا، بضبط المسافات بين الكلمات، أو أحيانا يقوم بمد بعض الكلمات كي يحقق هذا، باستثناء السطر الأخير. و السطر الأول له خيار قد يكون مثل بقية الأسطر أو لا. وبالنسبة لاختصارها هنا، يعني هذا الرمز هو الاختصار. Ctrl E هو اختصار للفقرة في المنتصف، وهذا الرمز لCtrl J أو Justified Paragraph الذي هو فقرة مضبوطة. أتابع كتابة. بالمناسبة يمكنك يعني إعادة وورد لحجمه الصغير والكبير بالضغط على ويندوز مع السهم للأعلى والأسفل، على زر ويندوز في الكيبورد مع السهم للأعلى والأسفل، فهي تريحك من استخدام الماوس. أتابع كتابة عادية. لولا عناية كثير من المفسرين بذكر اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن حتى في كيفيات الأداء، فاصلة، لكنت بمعزل عن التكلم في ذلك، لأن علم القراءات علم جليل مستقل قد خص بالتدوين والتأليف، وقد أشبع فيه أصحابه وأسهب بما ليس عليه مزيد، فاصلة، ولكني رأيتني بمحل إلى آخره. طبعا قد ترتكب أخطاء، خصوصا إذا كنت تسجل وتطبع في نفس الوقت. هنا أريد أن أنبه إلى موضوع مهم جدا جدا، وهو هل ألتزم بالنص كما هو في الأصل أم أصحح؟ بالطبع يجب أن أصحح، وخصوصا الأخطاء التي من أجلها أصلا يعاد كتابة هذا النص، مثل الياءات والهاءات وأحيانا الهمزات. هنا مثلا كلمة رأيتني في الأصل، أو كلمة لكني قبلها، ولكني هنا مكتوبة بالألف المقصورة وليس بالياء، أو أظن اسمها الياء المصرية وليس الياء الشامية. فأنا أقوم بتصحيح هذا الخطأ أثناء الكتابة، أكتبها بالشكل الصحيح، ولكني بالياء، رأيتني بالياء
بالنسبة للتشكيل أو للحركات، أقوم فقط بضبط الحركات التي مضبوطة في الأصل، مثل هنا رأيتني عليها ضمة في الأصل، وضعت ضمة، وقد أشبع أيضا الفتحة هنا أيضا وضعتها أثناء الكتابة. بالنسبة للتنوين مثلا، ولكني رأيتني بمحل الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملا في هذا الغرض. بالنسبة للتنوين، كلمة جملا مثلا في الأصل ليس هناك تنوين نصب رغم وجود الألف، ولكن التنوين غير مكتوب، أنا أكتبه. بعض المدارس اللغوية تعتبر أن التنوين يجب أن لا يكتب بعد الألف، وإنما أن يكتب قبل الألف. في جميع الأحوال هذه ليست مشكلة، يمكنك في نهاية الملف أن تستبدل ما تشاء. فأنت، أنا بالنسبة لي تعلمت طوال عمري أن التنوين يكتب على الألف، ثم قيل لي أن والله التنوين لا يكتب على الألف، فبقيت أكتبه على الألف، وفي آخر الملف في حال كانت هذه رغبة العميل أقوم باستبدال، ويرجع كل التنوين الذي على الألف إلى تنوين قبل الألف. فلا تعتبرها مشكلة بالنسبة لك. بالنسبة لك، بالنسبة للسطر الأول الذي تكلمنا عنه، خيار السطر الأول، يمكنك أن تحققه من باراجراف، من مربع حوار فقرة special، تحدد first line، وتحدد المسافة التي تريد أن يدخل بها السطر الأول لداخل الفقرة. ولنفرض أنا وضعتها 0.6 سنتيمتر، فتلاحظ أن السطر الأول دخل عن بقية الأسطر بالمسافة التي حددتها. وفي حال تابعت كتابة، تعرفون بها مقدار تعلق اختلاف قراءاتي بالتفسير. هنا أريد أن أشير إلى موضوع آخر أيضا ضمن التصحيحات التي يجب أن تصححها، هو موضوع علامات الترقيم. في الأصل هنا، إن كنتم تلاحظون في الملف البي دي إف الأصلي، الفاصلة يوجد قبلها مسافة، قبلها مسافة، وأنا طبعا لم أضع مسافة قبل هذه الفاصلة، لأنه من الخطأ وضع مسافة قبل علامات الترقيم. بشكل عام علامات الترقيم لا يكون قبلها مسافات، إلا القوس مثلا، القوسين يعني تكون قريبة من، تكون ملتصقة بالكلام ضمن القوسين. ممكن أن أتكلم بتفصيل أكثر عن علامات الترقيم في فيديوهات أخرى إن شاء الله تعالى. نتابع بالنسبة لخيارات السطر الأول، أوضحت لكم هو هذه المسافة التي هنا، هذه المسافة هي التي حددتها قبل قليل في خيار special. يمكنك الخيار الآخر هو أن تكون السطر، بقية أسطر الفقرة داخل عن السطر الأول بمسافة معينة، هكذا يعني. فنلاحظ أن السطر الأول يبتدئ قبل بقية أسطر الفقرة. طبعا هذه مفيدة جدا، في على الأغلب نستعملها في الترقيم أحيانا، في حال مثلا ونفرض كان هنا الرقم 1، فمن الجميل أن يكون التنسيق بهذا الشكل، أو في الحواشي كذلك الأمر نستعملها. سأكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو. كما قلت لكم كما بدأت الفيديو، هي الخطوة 0، ولكن هي كافية لأن تبتدئ في هذا المجال إن كنت ترغب به. أتمنى لكم التوفيق جميعا، يمكنكم إن أحببتم أن يصلكم المزيد من الفيديوهات عن برنامج وورد بشكل عام وليس عن التايبينج، الاشتراك في القناة، وإن شئتم أو إن عجبكم هذا الفيديو أرجو أن تضغطوا لايك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله تعالى.